بعد استثنائها من الحظر المفروض، بدأت بلدية الشعب في مدينة الرقة حملات رش وتعقيم للمنشآت الخدمية والمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الحدائق والشوارع. كما تابع عمال النظافة ترحيل النفايات ورميها في الأماكن المخصصة ضمن خطوة خدمية مستمرة دون انقطاع. العمل الذي كانت تقوم به البلدية في كل فترة، وهي تعقيم المؤسسات والطرقات الساحات العامة الحدائق، هذا الجانب قامت به البلدية سابقا وما زالت مستمرة بهذا العمل، تقوم بالتعقيم باستخدام مادة الديتول المركز، وبالتالي البلدية تقوم بهذا الجانب بالإضافة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث نقوم بالتحذيرات ضمن الأسواق ومخاطبة الأهالي بشكل مباشر، وأيضا عبر صفحتنا بالفيسبوك بضرورة الحجر الصحي. لجنة الطاقة والشبكات استكملت العمل بالمشاريع المدرجة ضمن خططها، مع الاستنفار الكامل لورش الطوارئ العاملة على إصلاح الأعطال الكهربائية، وذلك لإيصال التيار الكهربائي خلال فترة الحظر دون انقطاع. طبعا احنا حاليا اليوم منطقه الحجوان راح يتم العمل على اعاده تاهيل هذه المنطقه بالتيار الكهربائي من مركز الصحراء في منطقه الثكنه. ايضا العمل جاري على اعاده الصيانه وتركيب قواطر 10 امبير لبقيه المراكز. طبعا في ظل فتره كورونا العمل جاري، لجنه الطاقه والاتصالات لم تتوقف عن العمل. طبعا حاليا احنا بظل كورونا وضمن الحجر شغالين، ورشه الطوارئ والصيانه تعمل على ورشات المشاريع أيضا تعمل في مشاريعها. استثناء الدوائر العاملة في المجال الخدمي من الحظر خطوة تأتي لاستكمال المشاريع وتقديم كل ما يلزم للناس ضمن الإمكانيات المتاحة، ويبقى التكامل والتكاتف المجتمعي هما الأساس لمواجهة جائحة كورونا والقضاء على الفيروس. فالوعي الصحي بمدى خطورة العدوى كفيل بإبعاد الناس عن هذا المرض وتجنيبهم عواقبه في المستقبل.